الاسم هو درع السماء الأوروبية، أما فعلياً هي القبة الحديدية الإسرائيلية ولكن بصيغة أوروبية. مبادرة الدرع الأوروبية تأسست عام 2022 بعد غزو روسيا لأوكرانيا، تضم 21 دولة. بموجب اتفاق التأسيس تلتزم هذه الدول بالتعاون في شراء أنظمة الدفاع واستخدامها لدعم بعضها البعض. ولتنفيذ هذا الاتفاق يقول موقع يورو نيوز إن ألمانيا اتجهت لإسرائيل وأبرمت العام الماضي اتفاقاً بقيمة 4 مليارات يورو مع شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية لشراء نظام سلاح آرو 3 الذي تم تطويره بالاشتراك مع شركة بويونغ الأمريكية. ليبدأ الجدل على الفور، فالعديد من الدول الأوروبية إما اتخذت قراراً بفرض حظر تسليح على إسرائيل بسبب حربها على غزة أو تدرس هذا القرار. فكيف تشتري من إسرائيل نفسها سلاحاً؟ ولماذا تحتاج أوروبا لسلاح غير أوروبي لتحمي به نفسها؟ ولكن مهلاً، هل نجحت القبة الحديدية في حماية الكيان المحتل حتى تنجح في حماية أوروبا وتصمد أمام الصواريخ الروسية؟